والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحنان. أقسم وصدق، والله لو أن قلوبنا سليمة لتقطعت أسفا من الحنان. ما أكثر الساعات التي تمر بنا ونحن نحرم منها، لا نستفيد منها، تذهب سبهللا. والعمر والزمن أغلى من الثمن، أغلى من الذهب وأغلى من الفضة. الذهب والفضة لو ذهبت يمكن يأتي بدلها شيء، لكن العمر والزمن لا يأتي بدله شيء. إذا ذهب ذهب، ما فيه رد. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. حتى إذا جاء أحدهم موت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، ما في رجوع. إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. أنت الآن في مهلة، اغتنم الوقت، اجعل لنفسك حزبا من كتاب الله عز وجل، اجعل لنفسك وقتا للعمل الصالح. قم في آخر الليل ولو نصف ساعة قبل الفجر ناجي ربك، ادعو، فإنه تعالى ينزل السماء الدنيا يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من الذي لا يقدر أن يقوم قبل الفجر بنصف ساعة؟ أمر بسيط جدا. نحن نسأل الله أن يرحمنا برحمته، لا نقوم ثلث الليل ونصف الليل، لكن فلا يمكن أن نقوم نصف ساعة فقط؟ نذكر الله فيها، نتوضأ، نصلي ما شاء الله، نوتر. هذا أمر أظنه بسيطا جدا. كذلك أيضا نجعل حياتنا كلها ذكرا لله، فإن المؤمن الكيس هو الذي يجعل حياته كلها ذكرا لله، لأن في كل شيء أمامنا آية من آيات الله، آية من آيات الله. فإذا ذكرنا هذا الشيء الذي أمامنا من آيات الله، ذكرنا بذلك الله عز وجل، ذكرنا الله، فيكون الإنسان دائما يذكر الله عز وجل بما يشاهد من آيات الله الكونية، بل بما يشاهد من نفسه وتقلباته. القلب الآن، أنا أسألكم، هل قلوبكم على وتيرة واحدة دائما؟ لا، في غفلة أحيانا، في إنابة أحيانا، في تذكر أحيانا، في حياة بينة أحيانا. أحيانا يحيا قلبك حياة تتمتع بها مدة من الزمن تتذكرها، ربما تتذكر حالة وقفت فيها بين يدي الله عز وجل مصليا ساجدا، ولا قبل 30 سنة أو أكثر حسب عمر الإنسان، لأنها أثرت في قلب. فمثل هذه الأشياء ينبغي أن نستغلها، ينبغي أن نستغلها وأن لا نغفل، فالغفلة موت، قسوة للقلب وموت للقلب.